النهاردة معادنا مع أفضل التطبيقات لهذا الشهر اللي أتمنى إن هي تعجبكم وأتمنى إن تستفادوا منها، وياريت تضغط لايك وتتابعنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم من جديد. بداية النهاردة معنا أول تطبيق، هو تطبيق فلاود براوسر. هو من التطبيقات الجميلة جدا اللي تقدر من خلالها تقدر تستخدم المتصفح وانت بتستخدم الهاتف بتاعك، بمعنى ان انا ممكن استخدم المتصفح على الشاشة زي ما انتم شايفين كده، وفي نفس الوقت استخدم الهاتف برضو عادي بشكل عادي. يعني تقدر تتحكم في التطبيق عن طريق السحب كده في الحجم بتاعه، تقدر تتفرج على اليوتيوب وانت بتستخدم التليفون بالشكل ده كده، هو من غير ما تطلع من تطبيقاتك. تقدر تكبر وتصغر في النافذة ديت عن طريق زي ما قلنا هنا، او ممكن تدوس كده تخليها تطفو كده زي مثلا الماسنجر مثلا، بالضغط عليها كده تاني ترجع تاني لليوتيوب سوري يعني او المتصفح، وتقدر تقفله خالص بالشكل ده كده. تطبيق بصراحة جميل جدا، بصراحة جميل جدا وعجبني شخصيا، وأكيد هتستفادوا بيه. التطبيق التاني هو والوب. هو بصراحة أكبر أو أفضل تطبيق شفته، بيضم مجموعة صور لخلفيات الشاشة بشكل HD وجميل جدا. بشوف معنا تطبيق كده في مجموعة كبيرة جدا من خلفيات الشاشة او خلفيات الهاتف الجميله جدا، طبعا محتاج نت زي ما انتم شايفين كده. مقل الخلفيات انا عن نفسي بستخدمه في الخلفيه اللي مره زي ما شفتوها كده على التليفون زي ما انتم شايفين كده، بسهوله جدا. مجرد ما تدوس على الخلفيه كده تقدر تعملها خلفيه للهاتف. الحاجه الثانيه تقدر تستخدم ريكا، هو في خلفيه متحركه لكن الخلفيات دي لازم هو شايفين هنا فيه يقول لك معاك 7K او سماع مفاتيح. كل ما تتفرج على فيديو، فطبعا كل ما تيجي تتفرج تحط خلفيه من دول هتلاقي عليها قفل كده. كل ما تتفرج على فيديو، فطبعا كل ما تيجي تتفرج تحط خلفيه من دول هتلاقي عليها قفل كده. كل ما تيجي تتفرج على او مثلا سوري تيجي تحط خلفيه هيقول لك اتفرج على فيديو. التطبيق بصراحه يعني هو جميل جدا، وفي مجموعه من الخلفيات الجميله جدا اللي اتمنى ان تعجبكم. بصراحه عجبني شخصيا لانه بيضم مجموعه من الخلفيات الكبيره جدا، وعن نفسي انا بستخدمه وهو بصراحه تطبيق جميل جدا، اتمنى ان هو يعجبكم. فيينج، هو اسمه غريب كده، فيينج مش هيلغى يعني، هو فيينج او بينج. التطبيق ده جميل جدا يا جماعه، هو يعني ممكن من خلاله تخلي التليفون بتاعك بدل ما يرن بالنغمة العادية بيرن بفيديو. بتختار هنا دي قدامنا هنا كده مجموعة قنوات، كل قناة من دي فيها مجموعة فيديوهات، أو ممكن بتختار فيديو من عندك أنت. من لو ضغطت هنا كده بتختار فيديو من على المكتبة بتاعة الجهاز زي ما انتم شايفين كده. مثلا نختار الفيديو كده، بيقول لك تختار هنا كده ست الفيديو ده بس اللي يرن، او بتختار القناه كلها هي بترن كل مره يرن اللي فيها التليفون بتاعك بيديك فيديو جديد. يعني لو عملنا كده ده العربي وقلت له سيت شانل، يعني مش الفيديو هنا، الفيديو هتخلي الفيديو ده ثابت، الفيديو ده هو اللي يرن كل مره يرن فيها الفيديو هنا، الفيديو هتخلي الفيديو ده ثابت، الفيديو ده هو اللي يرن كل مره يرن فيها الفيديو سوري يرن فيها التليفون هيغير معايا فيديو جديد. تيست زي ما انتم شايفين كده التليفون كده بيرن كل مره، هيرن التليفون بتاعك هيبقى بالشكل ده، وفي كل مره يغير فيديو جديد. طبعا هو في صوت بس انا موطي الصوت، يعني لو علينا الصوت الصوت اكتر، يعني في كل مره هيرن فيه كيف لو اخترت سيت شانل. بلوس هو من التطبيقات اللي لسه ما خدتش شهرة قوي، لكن هو تطبيق جميل جدا. يعني تقدر من خلال التطبيق ده
انك تشوف كل معلومات او كل مواقع التواصل الاجتماعي لشخص معين داخل التطبيق، يسهل لك انك تقدر توصل لكل المعلومات عنه. يعني مثلا لو بصيت كده، بحثت كده بشكل عشوائي من الشخصيات، اكتر شخصيات مشهورة اللي حط مثلا استخدم التطبيق ده، هتلاقي مواقع التواصل الاجتماعي بتاعته موجودة جوه التطبيق ده. يعني تقدر توصل لكل معلومات عنه، يوفر لك او يسهل لك الوصول لكل زي ما انتم شايفين بالشكل ده، شايفين في يوتيوب وفيسبوك وتويتر وانستجرام، ويعني مجموعة كبيرة من كل المعلومات او من المشترك فيها. انت كمان ممكن تضيف تاج ليك او تضيف هنا، انا مثلا ضايف هنا او ضفت هنا معلومات صفحتي، او لو بحثنا كده عنها خبرات اونلاين، تاج ليك او تضيف هنا، انا مثلا ضايف هنا او ضفت هنا معلومات صفحتي، او لو بحثنا كده عنها خبرات اونلاين. زي ما انتم شايفين كده جابت كل المعلومات الخاصة او كل المواقع اللي انا مشترك فيها في لصفحة خبرات اونلاين، تويتر ويوتيوب والفيسبوك مثلا. انت ممكن كمان تضيف التاج بتاعك عن طريق اضافة الضغط على هنا، وطبعا بتسجل عن طريق البرنامج ده مثلا بتويتر او فيسبوك او جوجل، وبعد كده بتقول له اضاف التاج بالشكل ده كده، تكتب مثلا اسم التاج بتاعك، كان مثلا عادل تمام اهو، في وعد تدوس تقول له جريت تاج سوشيال ميديا، وبتختار من هنا كده بتحط اللينك بتاع صفحتك. يعني مثلا بتاخد اللينك اللي هو اليو ار ال بتاع الصفحة بتاعتك، بتحط هنا كده في كل موقع على حدة، يعني مثلا الفيسبوك بتحط اليو ار ال بتاع الفيسبوك، انستجرام بتحط اليو ار ال بتاع الانستجرام، وبالشكل ده كده بيضاف التاج بتاعك جوه التطبيق. هو تطبيق يعني ما لسه ما خدش شهرة كبيرة قوي، لكن فعلا جميل جدا وهيفيد ناس كتير. اتمنى ان هو يعجبكم، التطبيق فعلا عجبني جدا، واتمنى ان هو يعجبكم. فيفتي تيوب، مش عارف نطقت اسمه صح ولا لا، بس مش مهم اسمه، المهم التطبيق. لكن مش زي اليوتيوب العادي، هو كشكل يوتيوب عادي بطبيعة الحال، يعني بيبقى فيه اعلانات على التطبيق، لكن جوه الفيديو نفسه مفيش تطبيق، مفيش اعلانات. يعني لو انت شغل فيديو مبقاش فيه اعلانات، انك تقدر بتحمل او سوري تشغل من هنا كده، او تعمل داونلود للفيديو يفضل معاك على جهازك. زي ما انتم شايفين كده تقدر تحمله ام بي 3 او ام بي 4، يعني فيديو او صوت، وطبعا بكل الجودات اللي قدامكم دي كده. الحاجة المهمة في التطبيق دوت تخلي الفيديو يشتغل في الباك جراوند بتاع الهاتف، يعني هو بيبقى جاي سوري بيبقى جاي كده، تقدر تخليه تفعله، تفعل اختيار فيديو بالشكل ده شغال اهو، يشتغل في الباك جراوند بتاع الهاتف. يعني لو طلعنا كده تقدر تخليه تفعله، تفعل اختيار فيديو بالشكل ده شغال اهو، يشتغل في الباك جراوند بتاع الهاتف. يعني لو طلعنا كده بره وسامعين معايا، الفيديو شغال ما طلعش من التليفون، يعني ما طلعش ما قفلش. وتقدر تخش عليه تاني، تقدر توصل لكل الملفات اللي انت حملتها. السهم ده كده دخلك على كل اللي احنا حملناها. طبعا انا لسه بحمل اهو، في طبعا مسرح مصر بحمل، لسه بحملها، فطبعا لسه بتتحمل. تقدر تخش لكل الملفات اللي انت حملتها عن طريق طبعا الممرات الضغط بتاع السهم ده. وبصراحة تطبيق جميل جدا، أتمنى إنه يعجبكم. وكنا نكون خلصنا تطبيقاتنا النهارده، أتمنى إن هي تعجبكم، وأتمنى إنكم تستفادوا منها. وبطبيعة الحال يعني أتمنى إنكم تشتركوا معانا في القناة لأول مرة تشوفونا، ومتنساش تضغط لايك للفيديو. وأشكركم للمشاهدة، واستنونا في حلقات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.